طويل ادى وعطى كتير للنادي الاهلي بشكل كبير، كابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف برحب بيك. كابتن شريف برحب بيك يا فاروق، منور. الله يخليك. يعني النهارده كابتن موجودين من الصبح كلنا. النهارده يوم عيد فعلا للجامعه العموميه، اكيد بنضرب المثل لانديه اخرى. كنا بنشوف انديه زي الصيد والزمالك وغيرها من الانديه، الجامعه العموميه حاضره بشكل كبير خوفا على او احساسا بالمسؤوليه لنادي. النهارده النادي الاهلي وجامعته العموميه، كابتن شايفها ازاي وحضورهم المكثف النهارده كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما انت تفضلت وقلت ان كان في جمعيات عموميه في مصر مشرفه جدا، وكل واحد خد وقته وخد تحضيره وطلعت نتائج، فيها نتائج كانت كل الناس يمكن عارفاها، وفي نتائج كانت عكس احنا ما كنا متوقعين. فالنادي الاهلي كيان كبير جدا، الناس كلها حبت انها هي يعني غارت من الجمعيات اللي انت قلت عليها قبل كده اللي حصلت، فقالت لا ازاي احنا النادي الاهلي لازم يكون موجود تاني خالص، بكميه تانيه خالص، بحضور تاني. وكانت احتفاليه. انا شايف ان الناس من كبار السن زي ما قلت للاطفال المتوسطين العمر للشباب كلهم عايزين يثبتوا النهارده ان هم موجودين جوه النادي، بيدوا اصواتهم اللي هي حق للجمعيه العموميه وحق للمرشحين عليهم. فانا النهارده كنت سعيد جدا الا في حاجه واحده، ان العدد الكبير اللي جاي ده يمكن احنا ما عملناش حسابه قوي في كبار السن. يعني المفروض كبار السن فاروق يكون ليهم مكانه خاصه عندنا ويخشوا من حتت مكان معين سياحيه ليهم. هو ممكن يا كابتن يكون صناديق الاقتراع معموله في جزء منهم للكبار السن، لكن الدخول بس كان مشكله. انا عايز بوابه خاصه في كل مره ان شاء الله، ان يمكن في جمعيه عموميه بعد كده اللي هي بتاعت لائحه استرشاديه او حاجه زي كده يمكن يتعمل، هتبقى خاصه بالنادي برضو. المفروض ياخدوا بالهم من الحاجات، ان في ناس كبار السن، في ناس بتيجي فوق ال 70 سنه وناس فوق ال 65 حقيقي. سنه، وفي ناس عندهم مشاكل صحيه ما بيقدروش يكملوا المشوار كله في التدفق وفي الزحام والحاجات، ولازم الدنيا تبقى متهويه شويه. هم عملوا حسابهم يعني الدنيا كانت من عند الباب للخيمه، يعني مش بعيد، لكن طبعا عشان الناس في ناس ما تقدرش انت عارف ما تقدرش طبعا. وما هو المجلس الاداره اللي موجود جاب عربيات جولف كار وحاجات كده وحطوها للناس دول عشان يقدروا تبقى عمليه تسهل عليهم التنقلات جوه الانديه وكل حاجه، ودي حاجه يشكروا عليها طبعا. انما في يعني حته برضو لازم نبص للناس دي، الناس دي اساسيات الحكايه كلها، هم مش جايين يدوا صوت او فلان لفلان او فلان على يعني مجموعه غير مجموعه او قايمه غير قايمه او اي حد، لا بالعكس هم جايين احتفاليه جميله قوي. وبهني اعضاء جمعيه عموميه النادي الاهلي بايه الاحترام والذوق والضحك مع بعض والهزار. انا كنت داخل، انا اتمشيت من النادي يعني من ناحيه الاوبرا كده وانا داخل من الباب لغايه ايه المقابلات الجميله والناس كلها بتسلم على بعض، وانت هتدي مين ويضحك وده يقول له انا حد ده، يقول له وانا حد ده، ومفيش اي حاجه والله يا فاروق شفتها تخليك خارج يا كابتن عن انت فاهم قصدي. اولا شخصيتين محترمين جدا، القوائم فيها اسماء تخض ناس، لما تروح النهارده تحس بالقيمه والقامه اللي هم كلهم فيها، وان النادي الاهلي الحقيقه يا بخته يا بخته بناسه ويا بخته باعضائه ويا بخته بجمعيه عموميته. انا بهني الجمعيه العموميه النهارده الا الحته اللي انا قلت لك عليها دي، غير كده وهو المدخل الصغير اللي هو الناس فيها تتدفق، لان شايفين انها مش على يومين، هي على يوم واحد يعني من لغايه الساعه 7، فكله عايز يلحق ان هو يدي الصوت وكله، فبيحصل كربات. احنا كنا ممكن نقف عارف نعمل لجان في 500 دخلوا، نقف شويه نوقف الناس ونقول يخرجوا من اللجنه يخشوا 500 اللي بعدهم، بس ما حدش هيقدر يعمل قرار زي ده، هيتلككوا بقى في الحاله دي. في نقطه جميله النهارده، طبعا بيصادف ان اليوم انتخاب النهارده مولد سيدنا النبي طبعا عليه السلام، فيوم جميل كمان احنا بنتجمع فيه، الناس بتخلص وقاعده في النادي بيستمتعوا باليوم ده كابتن. وعاملين حساب الحكايه دي. عليه الصلاه والسلام يعني فعلا تحس ان النهارده في سكينه كده بين الناس، وفي روح وفي موده، واقسم بالله اذا كان الناس هنا في القائمه دي او في القائمه دي ما حد كان جوه نفسيته اي حاجه ان هو يحاول ان هو يعمل اي مشكله صغيره، حتى لما كانت القضاه بيندهوا على الاعضاء اللي بتدي صوتهم والمفروض يفرغوا المكان للاعضاء اللي جينا، فدي حاجه للناس اللي هي مرشحه نفسها، دي حاجه مفيده ليهم ان ما يبقوش في ناس قاعده في الخيمه
وناس اخواتهم جايين من ورا برضو عايزين يلحقوا يعملوا والحكايه التايم. انت لو اديتني انا كل واحد 5 دقائق مش هتقدر تاخد اصوات ال 30,000 دول او ال 35,000 اللي جايين النهارده. صحيح. لكن انت ما شفتش حاجه ممكن تكون تعكر صفو الانتخابات النهارده؟ بالعكس، اثنين ما شاء الله، محمود طاهر ومحمود خطيب واقفين بعض في ثبات وفي صحه وفي عافيه وتعب. طبعا تعب المرحله اللي فاتت كله باين عليهم. الاعضاء الثانيه، الاعضاء بقيه الاعضاء بتاع القائمتين واقفين، ما شفتش واحد حاول يعمل اي شوشره على الثاني او اي حاجه. وقمه الاحترام وقمه التدعيم من كل الناس وقمه الذوق. انا احنا مش عارف اقولها لك ازاي، يعني في كل جمعيه عموميه حصلت قبل كده كان في ناس تحب يبين لك ايه، ان هو معاك، ان هو واقف جنبك، ان هو عايزك انت تنجح. انا جيت وجبت لك ناس في ناس تعرف الناس بتحب تبين ان عليها دور معين تجاه الناس المرشحين. صحيح. المره دي حتى ما حدش عمل كده والله العظيم. كنت بسمع همس الاول، كنت اسمع ان هو كل واحد عايز يثبت حقيته اولويته للمرشح اللي هو بيحبه ان هو يكون موجود. المره دي انا لقيت كله في الهمس، كله واضح كده وداخل بمنتهى بتاع اللي بيقول بيبو واللي بيقول طاهر طاهر. وحتى الناس اللي بتدعم، وانت شفت الطبل والحاجات الجميله اللي احنا كنا شايفينها واحنا داخلين، ايه الرئه دي وايه الجمال ده؟ هو ده النادي الاهلي. صحيح. ده الكيان والمبادئ اللي كانوا بيتكلموا عنها. هو يمكن كان في ازمه واحده بس، هي كانت بسبب ازمه في محضر تسويد. يعني كان واحده من المرشحات كانت اخذت الجزء الانتخابي بتاعها، ورقه الانتخابات بتاعتها، وتقريبا غلطت فيها فحبت انها تبدلها بورقه ثانيه. فطبعا ده مخالف للقانون ورفض القاضي هذه الجزئيه، فبالتالي كانت تعتبر زي ما بنقول بطله بالنسبه ل دي برضو عادي حاجه. اكيد بيحصل حاجات زي كده. انا كنت هغلط النهارده، قلت لهم كام؟ 12. يعني بقيت اعد 9 و3 تحت، ما خدتش ما بتاخدش بالك من 3 اللي تحت. 3 و6 ما انت ممكن تدي التسعه ال 12 تديهم من اللي فوق، ما بتاخدش بالك من حكايه صغار السن دي. ايوه صح. في توجيهات ما بتبقاش الناس واخده بالها منها. صحيح. فانا نفسي النهارده رحت لرئيس اللجنه قلت له هو كده صح؟ قال لي صح. اتفضل. وهو كاتب مكتوب. شوف نيتي، انا مش فارق معايا اخبي انا مدي لمين ولا انا نيتي كده يعني. بالنسبه للرئيس 2، بالنسبه